الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم كلامنا عن الصلاة. كثير كلام عن الصلاة تكلمنا هنا، الصلاة الحقيقية والصلاة الأساسية غير المتوفرة عند أغلب المسلمين. ركزنا عليها كثير لأنها هي الأساس، أساس الصلاة الموقوتة، أساسها هي الصلاة الموقوتة. متى جاءت؟ من الأهم الذي جاء أولا من أول يوم في الدعوة، أول ثانية في الدعوة؟ الصلاة الدائمة. بعدين جاءت الصلاة الحركية بالتدرج أيضا، مثل شو اسمه النواهي الأخرى مثلا والأوامر، انتهوا عن الخمر بالتدرج، كل الأوامر بالتدرج. أول شيء ضبطوا الصلاة الدائمة، ثم جاءت الصلاة الموقوتة، ثم جاء الصيام بعد 15 سنة، والحج بعد 22 سنة، والزكاة والأوامر والنواهي كلها بعد أقل شيء بعد 15 سنة. طيب 15 سنة ماذا هناك؟ هي الصلاة الحركية بدأت لكن بالتدرج. أول ما بدأت كان في الصلاة الإبراهيمية، يعني الله أكبر، متجهين على القبلة بيت المقدس، ثم إذا عطس أحدهم رحمك الله يهديكم الله، واحد قال السلام عليكم قلنا وعليكم السلام. تمرين تمرين تمرين، ربنا يمرن. والصلاة الدائمة عندهم يمرنهم على الصلاة الحركية. ليش؟ لأنه في اتصال، واحد عطس قال الحمد لله قال رحمك الله السلام عليكم قال عليكم السلام ورحمة الله، اتصال مع الله، وجود الاتصال. هي الصلاة اتصال، هذا الاتصال الدائم من أول ما قالوا لا إله إلا الله، من أول من شهد أن لا إله إلا الله حصل الصلاة الدائمة. فلذلك يقول عليكم السلام، ما تنقطع الصلاة الدائمة موجودة، كما قال الله في آية أخرى لا تلهيهم، تلهي يعني تشغل، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، يعني ذكر عدم غفلة القلب عن الله. هذا الذكر مو يقول الله أكبر الله أكبر عدد 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 عدد، هو يصلي يقول كم هذا قال 25 ريال عدد عدد عدد، ليس هذا، ما في غفلة، ما في غفلة عن ربه. لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، مو يعني قفل المحل وروح صلي، لا، هنا معناها هذا لا يشغله التجارة والبيع، في ذكر في صلاة، الاثنين مع بعض. بعدين تأتي الصلاة الموقوتة، يلا ينظمها، يأتي التنظيم لأجل من يدخل جديد، مو لأجلهم هم، من يدخل جديد يقول يلا ما يهم، يلا سلم، أيوة أيوة، يلا إيش كام العقار 100 ريال 1500 مليون، حراج ويصلي. ليش؟ مو داري إيش في القلوب متصلة. فهذا نقول له وقف، جاء الأمر من الله ممنوع الكلام، ممنوع الحديث، ركز، قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله، كل حركة بالتكبير إلا حركة واحدة اللي هي الرفع من الركوع. لماذا؟ لأنه قرأ الفاتحة بقلب، قال الحمد لله رب العالمين، يعني مدبر الكون،
هنا يموت ناس الحمد لله، هنا يأخذ مال ناس الحمد لله، هنا يأتيهم ما الشفاء الحمد لله، هنا يأتيهم المرض الحمد لله، حكيم الله. هذا معنى الحمد لله، رب العالمين مدبر العالم لك الحمد يا رب، ما في انتقاد ما في اعتراض. هذه أول شيء علمك الله الحمد لله. لكن تقول الحمد لله رب العالمين، الله أنا اليوم ما أدري إيش، أو قام على الصلاة بكسالة. فأنت لما تقول الحمد لله من قلبك قريت فاتحة الكتاب، اسمها إيش؟ فاتحة الكتاب مو فاتحة القرآن. فإيش يقول؟ الحمد لله رب العالمين، ممتاز. ركعت دعوت لنفسك بالأمر من الله، سمع الله لمن حمده، كمان نقول ربنا لك الحمد، الباقي كله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قلبيا خلاص أنت متصل، لا يمكن الخشوع في الصلاة يأتي وإنت ما ضبطت لا إله إلا الله. اثنين، لا إله إلا الله. هذه الصلاة اسمها الصلاة الدائمة، اسمها الصلاة صلاة الفطرة، صلاة الفطرة ذكرها الله للمخلوقات الأخرى. الصلاة الدائمة مذكورة للمخلوقات الأخرى. نقرأ هذه الآية التي فيها هذا الكلام. يقول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض. بعينك يعني أنت بنت شايف هذا يسبح لك أنت أما الرسل عارفين. والمؤمنون، ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. كل واحد عرف صلاته وتسبيحه. إيش معنى كل قد علم؟ بس خلينا في هذه، كل قد علم صلاة وتسبيح. قد ما معناها؟ إذا في ماضي بعدها، قد يأكل يعني كمان قد لا يأكل، لكن قد أكل انتهى. فكلمة قط يعني قد يعني قطع انتهى تحقق. كل قد علم، خلي صلاته شوية، قد علم يعني هذا فطري موجود فيه، دخل فيه هذا بالفطرة. قد علم صلاته وتسبيحه، كل قد علم صلاته وتسبيحه. إيش هي صلاته وتسبيحه؟ تسبيحه والطير ذكرها الله. نحن نرى الطيور ما تقول سبحان الله، لأن هذه مي تسبيح، هذا لفظ التسبيح. يعني اللفظ قلته باللسان معناته في الداخل هذا الشيء، إذا تتلفظ في الداخل ما فيه نفاق. يعني لو جبنا ببغاء، هذا المثال كثير قلت، لو جبنا ببغاء وقلنا له علمناه قد علم، علمناه أن يقول كلمة، يقول كلمة أنا جائع، ويكررها يا الله أنا جائع أنا جائع. فنجي جاء واحد غريب عن البيت وجلس معنا وسمع هذا يقول أنا جائع أنا جائع، أخذ طعام حط أمامه قال كل، أنا جائع أنا جائع. ليش ما يأكل الطير؟ قال شبعان، هو شبعان. لو جيعان يقول أنا جائع، وإذا جاء الأكل أكل.
معناته قول لا يدل على الداخل، قول ارمي ببغاء. فلما أقول سبحان الله سبحان الله وفي الداخل في تنزيه، في تسبيح لغير الله، هذا كبير. هذا أنت تتكلم مع الناس وأنت في قلبك موجود، كيف بدون هذا يحصل كذا؟ هذا يخوف، هذا مرعب، هذا قوي، هذا معطي، هذا مانع، هذا شافي، هذا معز، بدونه كيف يحصل شيء؟ كبرت غير الله وتقول سبحان الله، تقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وكذلك ننجي المؤمنين، تقول أيوه خلاص كذلك. العلماء يقول هذا الكلام، ربنا قال عن يونس لما قال لا إله إلا سبحانك إني كنت من الظالمين، قال بعدها وكذلك ننجي المظلومين، ننجي المؤمنين، مو أي متلفظ، المؤمن بالله، مؤمن بالله غير مؤمن بغير الله، لازم لا إله، إله يعني حب عظم كبر، لا إله إلا الله يعني لا أعظم لا أحب لا أكبر إلا الله. أنت في التوب، أنت خرجت من البعد الأرضي اللي معتمد على الحواس، لا الله بالغيب، في الغيب كل شيء ممكن يحصل في المشاهدة، نحن قليل ينصرنا الله، مؤمن بهذه مؤمن، لكن قاعدة البعد الأرضي كيف صعب. ولو تلون الآية وحاربنا ننهزم، ليه؟ ببغاء يقول ما لا موجود، اللسان جعل حتى تنطق بشيء في الداخل ليس شيء في عقلك، ثقافة عقلية هذه ممحوة عند الله، هذا يموت ويأكله الدود. لما تسأل من ربك هنا يقول قلبك ربي الله، كان يقول في الدنيا ربي الله ليس غير الله ربا لي. القلب ليس مثل اللسان، القلب كمثل إسفنجة، إسفنج نقول، تعرفون الإسفنج أو ما أدري يسمى، أو منشفة، هنا حليب، أضعت المنشفة عليه أو الإسفنجة شفطت سحبته، ثم أخرجتها في مكان آخر وعصرتها، يخرج ماء أو يخرج حليب، يخرج حليب، هو نفس الشيء. قلبك تدخل فيه الحقائق اللي انت هنا قول غير مو مشكلة، وتلفظ بغير وتحرك بغير لا مشكلة، لأنه هذا كله اللسان والمخ والجوارح بالقبر تأكلها الدود. إذا ما الذي يبقى؟ يبقى الإسفنجة، تبقى المنشفة تعصر في القبر. ماذا في الداخل يخرج؟ من ربك؟ حليب، لأنه كان في الدنيا مشغول بالأسباب فتخرج الأسباب، لا يستطيع، اللسان غير موجود، الفهلوة غير موجودة، تخرج الحقائق، ترجع طفلا. ليس معنى طفلا يعني تصغر وتقعد تفكر تفكير مادي، ترجع يعني البرمجة طارت، هذا مفيد، هذا نافع، هذا ضار، هذا خلو كله تبخر، كل البرمجات تلغى، يلا ويندوز ركبته وجاء فيروسات طول سنين، يجي يوم من الأيام سوي فرمته، الموت فرمته، فرمت، لكن لا ترجعك للصفر الذي خلقك الله، جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، هذا يحصل، هذا فرمت معناته، لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. الآن عندك أفكار جديدة أخذتها من هذا المكان ودخلت في القلب، عصرنا خرج، ها ها لا أدري، لأنه لما يقول من ربك تنظر يعني لا يوجد في الغيب سيارة، بيت، زوجة، ولد، دكان، مستشفى، كل هذا مختفى، اختفى مع الجسد، مع العيون، مع الحواس الخمس، بعد الأرض انهدم. فالآن هنا من ربك؟
هو يفهم هذه الساعة من ربك. من كان يدير شؤونك قلبيا الأسباب ينظر ما يوجد ولا شيء، لا استطيع أقول هذا 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 ما في. تخلت الأرباب، كل انشغال بهذه الفترة القصيرة الفانية ركز عليها هي كل شيء، ما في بعدين، خلي بعدين خلي بعدين بعدين بعدين، وجاء وجد بعدين صار قبلين. فلا بد أولا أيها المسلم ترجع للركن الأول، ترجع للركن الأول. هنا الخلل. الركن الأول في الإيمان أن تؤمن بالله، الركن الأول في الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن تشهد أن محمد رسول الله. ما يوجد شيء مشاهد، يعني ما في إيمان بالمشاهدات لأنها خداع كذب. أنت في الداخل صدقت أن النار تحرق أحرقت، أن الرزق لابد من شركة تبرمجنا ولابد من وظيفة، خلاص هذا أنت برمجت. الله ما برمجك كذا، قال لك رزقكم في السماء، ما فينا ولا في شيء في الأرض، وما توعدون. أنا أكلمك بالغيب، كل اللي وعدتك شيء غيبي، ضبط الغيبي، ضبط الغيبي هنا، أنت غيبي، جسدك مشاهد، العالم هذا مشاهد وهمي، أنت شايفه صح لأنك اعتقدته صح. لو ما اعتقدته صح يبطله الله، يبطله أنت حسبك، ربك يعاملك حسبك أنت. إبراهيم ألقي في النار فقال بردا وسلاما بردا وسلاما، الصحابة نفس الشيء صار لهم كرامات، الآن المؤمنين صار لهم كرامات. هذه ليس اسمها كرامات ولا معجزات، هذه كذلك الاسم برمجة، هذه آيات، آيات لصاحبها آية. أنا معك، ربك يقول أنا معك، هذا وقف سد كسر لكم الشاك، أنا معك. بدون وظيفة يأتي الرزق، أيوة أنا كتبت لك، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا تحتسب، من حيث لا يحتسب، من يتق الله يجعله مخرجا. أيوة خلاص أنت صرت في شيء، أنا أخرجك، آية لك إذا خرجت، سوي إعلان طارت. ليش؟ لأنك أنت قلت غريبة، الله يفعل هكذا، معجزة، كرامة، أنا بطل. البطل الله، استغفر الله من كلمة بطل، لكن أنت تعظم نفسك. ليش؟ معجزة جاءت 60 معجزة، أقول هذا طبيعي، الله معي قادر على كل شيء، هو قال هذا في القرآن، إيش في الغرابة؟ نضع لها. ليش؟ لأن المؤلف اللي ألف ما حصل له كرامات ولا معجزات، فقال هذه معجزات تعجزون كلكم عنها بس للأنبياء. أنا أنت معقول تصير كرامة لغيري وأنا أنا العالم الشيخ؟ الكرامة مين مربوطة بالعالم الشيخ؟ مربوطة بيتقي الله، اتقي، هذا سر بينك وبين الله. مجرم خليك متقي وانت مجرم، بس سوي الشروط تجيك غلط. الذين إذا أصلا ما يفعلون، يعني إذا فعلوا فاحش أو ظلموا أنفسهم، هذول المتقين يفعلون هكذا. الذين صفة المتقين، الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ويغفر ذنوبهم الله ولم يصروا، هذا متقي. خلاص أنت لك خروج من أي مشكلة، ولك الرزق من حيث لا تحتسب. وشوفوا بعض الناس يكتبون في التعليقات أنا ملتزم وأنا ملتزم وأريد الزواج أو أريد الوظيفة، جارنا أو زميلي ليس ملتزم، هو ما فاهم ملتزم بطريقة غير ربانية، طريقة مذهبية، فكان ميسر أموره وأنا منكد علي أموري ومعسرة، يتزوجون وأنا لا، يأخذون وظيفة وأنا لا. صدق، لأنه فهم الدين عن طريق واسطة غير معصومة وإن كانت مشهورة. الأمر خطير،
فهنا مع الإيمان بالله الصحيح يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، ماذا يحصل؟ فورا إن صدق الإيمان صدقت الصلاة، إن صدق الكفر بغير الله فخلاص أدخل في الصلاة أقول الله أكبر من القلب، لا أرى غير الله كبيرا، لذلك لا أعطيه حبا ولا أعطيه تعظيما. كيف يخطر في أمامي في الصلاة؟ ما يخطر شيء، أنت عندك الصلاة دائمة، مدام في تعلق مستحيل أنت فهمت لا إله إلا الله، فهمت غلط. لا معبودة يعني عبادة، عبادة لا معبودة بحق إلا الله. صار نقاش بيني وبين أحدهم، دخلنا في مكان يعني جمعنا، وصار يقول معنا لا إله، طبعا كلهم أحباب إلا أنا غريب، يعني لا محبوب ولا معبود بحق إلا الله. وتلك الأيام عندي يعني أحيانا يصير يعني حماس شوية للتفهيم، مو يعني أبا أغلب برأيي ولا يغلبني ولا شيء، أنا أعطيه اللي عندي وبعدين ردة الفعل غلط أنت غلطان، سكت على طول ما أطيل النقاش، ولكن أحط اللي عندي الآن، ما أحط شيء. حطينا سلسلة ما ينفع ما يفيد، أحسن لك خذ قصر في الجنة، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا محقا وترك الجدال، هذاك يقول أنا انتصرت، خل خذ لك قصر وامشي. والرسول صلى الله عليه وسلم ما قالها إلا حتى لا يصير جدال بين المسلمين، خليه ممكن يوما ما يفهم من أحد ثاني، ممكن لا تجعل في قلبه بغض. فالمهم قال لا، لا معبود بحق إلا الله، طبعا متداولة، والآن سوف يخاصمون الناس كثير لا بأس، أو يقتطعون جزء من هنا ويلا ألف عليه فيديو كامل ومئات المتابعين. المهم قلت له يا أخي لا معبود بحق إلا الله، ليش بحق؟ لا معبود إلا الله، هنا هي لا إله إلا الله مقابلها لا معبود إلا الله. أنا عندي تحفظ على كلمة معبود، تفسير لا إله لا معبود عندي، بس خليت حقا، بس خلينا في حقا، قلت شيرها يا أخي خلاص، لا معبود إلا الله، لا إله إلا الله. قال لا 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 بد، نسخة طبعا منسوخة من قديم، تعصب للنسخ. قلت له ليش لا بد؟ قال في معبودين غير حق موجود، بقر نجوم موجودة، طيب موجودة، هو يقول هذا العدو، أنا أقول لا معبود ولا واحد منهم، لا معبود إلا الله خلاص. أما أقول لا معبود بحق إلا الله، إذن هذولا أنا أعترف أنهم معبودين باطل، اعترفت بأنهم معبودين باطل، ليش أعترف؟ لا معبود، إيش الفرق بين الاثنين؟ إذا كلهم سواء خليها لا معبود إلا الله. قال لا لا بد منها، أنت جاهل دخلت عندنا. قلت طيب أنا عندي خلاص آخر كلمة خلاص، نغير المؤذن لما يقول أشهد أن لا إله إلا الله يوجد آلهة غير الله صح؟ قال أيوه. قلت خلاص خلي المؤذن يقول أشهد أن لا إله بحق إلا الله. قال لا يجوز لك لا معبود بحق إلا. خرجت. ألم ترى أن الله، خلينا في الصلاة دائما، ولا إله إلا الله اللي نعرفها، لا معبود بحق إلا الله، لا معبود لا محبوب أليها يعني تولها أحب، ابحث في جوجل إذا ما عندك علماء حولك، وإذا عندك نفس الشيء يقول إيش معنى أليها، يقول لك أليها كذا كذا، بعدين يرجع لك لمعبودة أليها يعني أحب أحبامة، تولها تولها من شدة التعظيم وخلاص، لا تتوله إلا بالله، يعني عدم التوله بغيره، تعلق بغير الله شيل،
أعطيه مرتبته الزائل زائل، الفاني فاني، أعطيه حب فاني وتعظيم فاني، مو ممنوع. إن كان آباءكم وابنائكم وأخوانكم وزوجكم وعشيرتكم ولا ترموا تجارتكم خصوصا ومساكن ترضونه، أكرر حتى تحفظوها، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، أحب إليكم يعني حبهم مو ممنوع، بس الأحب هم، هنا عندك خطر فسق وعدم هداية وتهديد من الله بأنك اذهب تربص حتى يأتي الموت. الله ما قال لك لا تحب، حب زوجتك، حب ابنك، حب أخوك، حب ابنك، حب عشيرتك، حب أموالك، حب تجارة، حب مساكن، حب وطن، حب اللي تبغى، بس محدود زائل زائل. ألم ترى أن الله، يعني شيء واضح لما يقول لك ألم ترى، يعني شيء واضح، واضح لمن؟ للي مشغل القلب، اللي مغلق القلب، قلوب لا يفقهون بها، هذا برا ما نتكلم معه. أول شيء يحيي هذا القلب، من غير المسلمين ما نتكلم معه، من المسلمين هذه طامة. ألم ترى، شيء واضح، أن الله يسبح له ما في من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته، قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. الفعل هذا بعدين، لكن جوا فيه هذا الفعل برا، جوا علم صلاته وتسبيحه، هو علم خلاص، هذا فطري فيك. إذا شغلت الحساسات الباطنية حقكت الأصلية، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الفؤاد مسؤول، إيش هو الفؤاد؟ ودخلنا في متاهات. أنت الخالد الأبدي، أنت خالد أبدي، هذا جسدك ليس خالد أبدي، أنت تراه يموتون الناس قبل 150 سنة، أنت والكباري والطيارات والسيارات والعالم هذا اللي أنت شايفه غير موجود، وبعد من الآن بعد 100 سنة يمكن ولا أقل ليس موجود هذا العالم، عالم ثاني. العمارة الضخمة هذه يمكن يصير مكانها مقبرة، يصير مكانها حديقة، نفس الشيء. أنت لو تنظر قطعة أرض في أي مكان في العالم من المدن الكبار، كيلو في كيلو، تابع تاريخها، كانت حديقة ثم مقبرة ثم كنيسة ثم دعارة ثم فساد ثم أرض فارغة مهجورة، والمدينة هناك ليست هنا، مهجورة بعيد، ثم رجعوا سكنوا فوقها وسموا ناطحة سحاب، وبعدين يدمر سوي كوبري. كل 100 سنة في تغييرات أرضية وبشرية، كل 100 سنة في شيء غير 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 غير. زمن الرسول كيف والآن كيف؟ ما شغل هذا القلب، خليه يتحرك، مو بس اقرأ أيوة اقرأ أيوة، غيرك 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 غيرك، وانت كالدابة خلفهم. أفلا يتدبرون القرآن، هذا القرآن تدري الكلمة هذه مو للمسلم فقط، للعالم كله. يقولك تدبر القرآن يهديك ينورك يبصرك، بس يفتح قلبك له، مو يفتح لسانك وحفظك وذاكرتك. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، يعني هذا يحفظ ممكن والقلب مغفل. أيوة، إذا قرأت القرآن، إذا قرأت القرآن الرسول وأنت وأنا، إذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا كما مستور، لا أنت شايف ولا هم. إيش الحجاب هذا؟ يطلع الصوت يوصله، لكن أنوار بركات خيرات مو لكل واحد. ممكن القارئ يقرأ أو الجهاز يتكلم، واحد من 100 حوله والقارئ ليس منهم حتى،
يأخذ الأنوار والبركات. أسرار هذه، أسرار في بعد عن بعد، بعد مطلمس، أكل شرب نكاح زواج، وبعدين حط أهداف دنيوية دنيوية أخرى ويبكي علشان الأهداف الدنيوية، وهناك أهداف كبرى أنت حياة ثانية رايح لها. أيوة آخرة 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 آخرة، يلا صلي للآخرة. ربنا يريد الصلاة الدائمة والإيمان الدائم، يريد العروة الوثقى الموجودة. العروة الوثقى موجودة عند كل مخلوق إلا الإنس والجن، فقط المؤمنون هم متناغمين مع المخلوقات. عالم صلاته وتسبيحه، إيش معناها؟ خلينا ندخل فيها شوي. أول شيء الطير والملك والفيل والنجوم والشمس التي تراها والقمر وماذا؟ والأرض، كلها الأرض هذه كذا ولا كذا؟ أرض. المهم ما نخوض، ندخل في اللب، نتكلم، لا يشغلنا شيء عن شيء. كل هذه الأشياء ماشية تحت الأمر وفي قلبها، قلبها حب تعظيم تكبير لواحد أحد، غيره لا تبالي به. ما في تعلق عند الطيور حتى بأبنائها، كبر أكل شوي شوي خلاص، صار لك ريش صار لك شيء يدفعه من أعلى الصخرة طير، والسمك يرميها على قريب في أماكن معينة ثم يذهب ينساه، هو يخرج من البيض ويدور، ما في لا أم ولا أب، عيش لحالك فريد. الفيل نفس الشيء، أيام شهور وراح، إلا الإنسان يجلس لاصق ولده فيه 40 سنة 20 30 10 15 سنة، والآن صار أكثر. ليش؟ الرزاق موجود، فكيف أذهب بعيدا؟ يبقى مع الرزاق. يقين تعبان، هذا يقين سليم، يخرج يدور الرزق، طفل يعني كتكوت صغير يذهب أكل، ما يقول يا أبي تعال يا أمي تعال. يا الإنسان خرب نفسه. يعني الأولين كان الولد يعني مثل الرجل، يفعل أشياء مثل ما يفعل الرجل، ليس معنى شغل، لا، جاء ضيوف هو نبيه، ماذا تريدون؟ يلا تفضلوا تفضلوا الله يحييكم، يفعل ويساعد. جاء هذا الزمان زاد الطين بلة، تقدم الأشياء، تقدم الإنسان ما فيه، تقدم العمارات السيارات الطيارات أي شيء. فالحيوانات هذه عندها لا إله إلا الله، وعندها محمد رسول الله، ليس ضروري كتاب وفلان يقول له، ولا هو هذا عارف الأشياء دي طبيعي. تجد بالطفل عنده حب، ما في كراهية، ما في بغضاء، هذه 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 لا إله إلا الله، هذه لا إله إلا الله، لا يرى غير الله، يحب الأسود مع الأبيض مع الطويل مع القصير مع المتين مع البنت مع الولد، هم كلهم مع بعض، مع يضربه الولد ويهرب يذهب لأمه، لا يذهب خائفا منه، لا يذهب لأنه ضار، هو يذهب أنه الآن في ألم أريد يعني حنان، يذهب لأمه حنان، لا تروح لهذاك الولد، وراح لنفس الولد يلعب معه. ليش؟ ما في عنده أي شيء، هو جاي يشحن بضاعة، يشحن حب وخلاص يروح. هكذا الأصل أنت كذا، الأصل الأنبياء جاءوا حتى يجعلوك هكذا، وبعدين إذا جعلوك كذا لن تكون غبيا، لم تكون مضر لك أي شيء. الله قال يعني لا يضركم من ضل، إذا اهتديتم يعني إذا جاء عندك حب لا تخاف أن اللص يستغلك ولا يستفيد منك ولا يزدل، لا لا، في حماية، في حماية خاصة، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. لم يضر فرعون آسيا، اهتدت
مثال يعني، لم يضر نبي واد غير ذي زرع هاجر، جاء يجبى إليه ثمرات كل شيء. مثال يعني علشان ما حد يفهم. في أمثلة حية، ولكن الناس يقول لك ممكن هذا ثرثرة كلام، هذه مثرثرة. حياة حقيقية مكتوبة في الكتب، مجمع عليها، وفي القرآن. فلذلك الله ليس يعني مسألة أنه قلنا الله أنه يعني برضو لابد من الأسباب، لابد من الأسباب. امشي في الأسباب، هي الله يجري بالأسباب، ليست الأسباب مستقلة. أنت لما تذهب للأسباب أنت تؤمن بالله، واحد ثاني يذهب للأسباب مثلك، ولكن بدونها أنا أموت، أنا أهلكت. معظمها، وأنت معظم الله فيها. انظر، قيل يا أرض، لما جاء الطوفان كله موية، ما في تراب، طوفان طاف على الأرض كلها، مياه، المياه 100% يابسة، صفر. لما صار كذا قيل يا أرض ابلعي ماءك، خطاب للأرض حية تتكلم مع الله في اتصال، في اتصال. هذه الصلاة دائمة، يا أرض ابلعي بلعت، يا سماء أقلعي وقف، وقفت. هذا اتصال، حساسات عالية مع الله. رسول الله جاء على الجبل أحد ومعه بعض الأصحاب، وارتجف الجبل. طبعا نحن ما نعرف الارتجاف، زلزال مدمر، مدمر، ما في إيجابي، لا كله سلبي لازم. فقال اثبت يا أحد، وقف. خطاب من إنسان لي، من الرسول إلى الحجر الصلد، جبل أحد ضخم. أثبت، ثبت. سخر لكم ما في السماوات والأرض. ثم قال للصحابة، هذه الهزة إيش هي؟ ما هي هذه الهزة؟ قال ذلك، قال إن أحد جبل يحبنا ونحبه، جبل له قلب ينبض بحبك. أيوة، لما ذهب إليه الرسول اهتز من الحب، وقال هذه الهزة إيش هي؟ فسرها، جبل يحبنا ونحبه، حب. الحب يخلي واحد هذه الصلاة دائمة، يعرفون من الله، من رسول الله. ليس لازم شكل فلان، لا، هذا موجود في الكون، موجود في الغيب. الشيطان يجري في ابن آدم مجرى الدم، غيب. رسول الله قال الله اعلموا أن فيكم رسول الله، غيب. كله غيب. هذا البعد رباني، الجبل يعرفه، والشجر والنجوم والشجر والنملة. قالت ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. عرفت في سليمان؟ هل كانت ساكنة معه في القصر تعرف شكله؟ ربما لم تره بالعينين هي هذه، لكن تعرف موجود. وأيضا هو كمان عنده حساسات، مخلوقات كلها تحب الله، كلهم قد علموا صلاة السبيحة. سليمان عارف الصوت وصله، ونحن أصوات الإنس، جن، ملائكة، دود، حشرات، حيوانات تسبح، لا ندري. المؤمن متناغم ويعرف وفي تواصل. لذلك إن جاء أي شيء يريد يهاجم أناس يعرف هذا مؤمن.
لو قلنا مثلا ثعابين أسود يعرف هذا مؤمن ويعرف هذا ليس مؤمن، أريد أكل طعام، طعام طعام ميت يتحرك لكنه ميت، ما في قلب، ما في نور، ما في إضاءة، يؤكل، هذا في نور، يخاف هو مسخر لك. لو آذاك خطر عليه، مسخر لك الحشرة التي لا تدري أين هي وهي تحت السرير، مسخرة. لا يضركم من ضل، بشر ضالين لا يضرك، في حماية. ادخل في البعد، اخرج نهائي من ذلك البعد الذي فيه 8 مليار، أو من ذلك البعد الذي لا يسمع للأنبياء. كل ما جاء نبي يقتلوه بعضهم، قتل أنبياء، لماذا تركهم الله يقتلون؟ حتى يعرفوا النبي هذا يعني عنده انتقال جنة إلى نعيم أبدي أفضل من الدنيا، النبي عارف وشايف وعادي يعني طخطيخ، ليكونوا شهداء على الناس. هذا المؤمن عالي سامي، ما يقال لنا في الكتب هذا، لأنه الذي يؤلف ويعلم الناس هو معارف. كيف تأخذ من هنا؟ ربنا جاب لك كتاب يعلمك. 75% أكثر مكي من القرآن، ماذا يقول الله في 75%؟ يقول لك عن النبتة كيف تنبت، بذرة، أسمع بإصغاء، بذرة ثم تأخذ فواكه كثير وتفهمه، تنزل جذور تحت تبحث عن الماء والمعادن وتأخذ حاجتها من المعادن، وعي صح هي خرجت هكذا لكن الماء هناك، هنا لا يوجد ماء، لا تذهب العروق هذه اللي تبحث عن الماء، لا تذهب هكذا، تذهب هكذا. كيف؟ المفكر الغير مفكر لا يبذر بذرة ويأخذ ويكفر. حيوان تنظر، قطة، كلب، أسد أو ماعز، تمشي تذهب. آية الآن يروها المسلم الجديد، مشكلة المسلم القديم لا، المسلم الجديد انظروا إلى اليوتيوب موجود فيه، يأخذ أحد المسلمين الذين ليسوا كانوا مسلمين أصلا، يأخذ الماعز أو أي شيء من الأنعام يريد يذبح، يقول بسم الله الله أكبر، تهدأ ويذبح كما يشاء، نحن نجري خلفها ونذبح فيها ونقول بسم الله الله أكبر، بسم الله الله أكبر، بسم الله الله أكبر، بسم الله من هنا ما تفيد. بسم الله الله أكبر تشعر بها الدابة، هذا معناته أن هذا المؤمن يريد طعاما. تفضل، مسخر لك، تميل وتدعه يذبح، ليس عندهم فكر الألم الذي عندنا، أنا أريد الحياة الدنيا، ما في. تعرف كل قد علم صلاته وتسبيحه إلا عاصي الإنس والجن، هذا موجود. عدة ناس الآن صاروا يشرفون هذا الإنسان اللي يفعل هكذا وتهدؤ، عرفوا صححوا، صحح متى تقال بسم الله، متى تقال الله أكبر، إذا وجبت جنوبها. القرآن ما ترك شيء، ليطبق يجد، لكن يأخذ من كتاب آخر قال بسم الله الله أكبر ويذبح، قال بسم الله الله أكبر بيذبح مو قادر، أو يحاول حتى الدابة تتقطع تقطيع ليس ذبح، ليس في تسليم، لأنك أنت ما مسكت المنهج الصح اللي ذكر الله. هي عندها علم من الداخل، كلام تفهم،
خارج برا لا تدري أنت تأتأ ما تفهم كلمة بسم الله الله أكبر بسم الله ماذا يقول هذا؟ لكن من القلب اسم الله هي تفهم على طول فورا. يأتي مؤمن قلبي كل شيء خاضع له، هو ماشي في حاله مو يعني خاضع امشي من هنا وتكبر مثل تعبيرات أهل البعد المادي، لا تعبيرات هناك غير، هم محبين لك يخدمونك ايش تأمر، لا أحتاجك من أريد الله، الأرض تقول إيش البيت خذني، الناس تتمنى البيت لا تحصل عليه، أنت تدعوك لأخذها الأشياء تملكني، والناس تجري خلفها، هو يقول لا أحتاجكم. أهبل ممكن بعد الموت يرى من الأهبل، حياة أبدية 50,000 سنة ماكو في ظل العرش، برزخ ماكو، هذول الناس لا زمان لا مكان، أهل الزمان والمكان يمشي في البرزخ، كم 5,000 سنة باقي على قيام الساعة الله أعلم، 10,000 يجلس 10,000، بعدين قيام الساعة 50,000، بعدين ميزان ممكن تضبط ممكن لا، ليس لكل الناس سواء. اقرأ كتاب الله يبين لك حقائق الآخرة بالتفصيل وحقائق الدنيا بالتفصيل، تاريخ فيه. تريد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يلبس، هل هو شجاع بطل، كيف يأكل التمر، كيف يلعب، كيف يضحك، كيف يشرب، كيف ينام، كيف يفعل في بيته، كيف في الحروب، كيف مع أصحابه، مليان في السيرة. لا تزيد الإيمان، تزيد الغرور، الحمد لله عندي اللبس ولا الشيء مثل مثل مثل، لا ذكر الله لك في القرآن. إبراهيم من عمه من خاله من جده من جده ما يهمه، والله ربنا ما كتب لك هذا في القرآن، كتب لك ألقي في النار فجعلتها بردا وسلاما، كن هكذا، اقتدي بإبراهيم، اقتدي يعني إيش، البس مثل ما يلبس، كل مثل ما يأكل، يشرب مثل ما يشرب، خذ ثقافة عنه، كم زوجات عنده، فأين ذهب أين أتى، مهم الآن الكتب وما زاد الإيمان. لكن في القرآن اقتدي به يعني إيش، يعني بإيمانه بيقينه بتضحياته، قوة إيمان تجعل النار بردا وسلاما. اقتدي بموسى، دولة دمرها هذا الرجل بعصا، ليش؟ هل هو قوي سوبرمان؟ لا، اقترب من الله فأخذ كل القوة، اقترب حبا تعظيما، عدم تعظيم فرعون ولا غيره. القرآن يقول لك ماذا في السيرة النبوية، موجود فيديو عن السيرة النبوية، السيرة الرسول صلى الله عليه وسلم والأنبياء مفصلة في القرآن، لكن زبدة تأخذ الإيمان واليقين، هناك تأخذ يعني أشكال. فهذا الصلاة موجودة، والتسبيح يعني تنزيه الله، يعني عدم تنزيه غيره ولا إعطائه عظمة، أقول له أنت عظيم، يعني أنت منزه، منزه واحد أحد، غيره نقص، لذلك أنا ما أتعلق إلا به. متى ما قلت سبحان الله، لذلك اليونس قال لما قيل، قال الله سبحانه وتعالى لما دخل في الحوت وقال لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين، وكذلك ننجي المؤمنين، ننجي الذين يقولون، لا قال في آية أخرى، فلولا أنه يونس
فلولا أنه كان من المسبحين كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. للبث في بطنه ولو قال سبحان لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ألف مرة، لكن كانت حياته في التنزيه، في التسبيح، في التعظيم لواحد أحد. هو كان كذا، نحن ننجيه. فاللي يكون كذلك ينجو، ينجو وإن ما يعرفها ونسيها الكلمة. هذا قانون، كنت من المسبحين إذا تنجى، كنت من الذين اتقوا إذا تخرج، يجعل له مخرجا. كيف؟ هذا شغله، ويرزق من حيث لا تحتسب، هذا شغل الله، يجعل له من أمره يسرا. إذا وجدت غير ذلك راجع الإيمان فقط، راجع العروة الوثقى فقط. تتحصن من الإنس والجن والعفاريت والسحر والعين وكل شيء، اجعلها صغيرة وكبر الله فقط، لا تكبرها. انظر بعد ذلك بدون تذكار ولا شيء، محصن، محصن بماذا؟ بإيمانك بالله. بعدين سوي الأذكار، سوي مثل ما يسوي الناس، يكون لها قوة. ما سويت أنت قوي. فهذا تسبيح الحيوانات. مرة الرسول صلى الله عليه وسلم كان جاي من سفر إلى المدينة، ثم في خارج المدينة وجد ناس متوقفين عند حائط لهم، يعني جدار يضعونه حتى يستر المنطقة فيها حيواناتهم وفيها بيوتهم، أو حائط مزرعة. فقالوا يا رسول الله هذا الجمل هاج علينا، لا يتركنا، لا نستطيع نقترب منه، نخاف هجوم غاضب. فقال افتحوا الباب. قالوا يا رسول الله إنه هائج. قال دعوه، خافين أنه يهجم الرسول. فجاء حتى وضع بركة ووضع رقبته ممتدة على الأرض ورأسه عند قدمي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال إنه يشكو إليكم أنكم تدئبوه، يعني تعبوه، تشقوا عليه. من كان شاب كان يشتغل، الآن كبر عجز، خففوا عليه. عدة قصص في الإبل. فلذلك يا أحبابنا في الله، كل هذا بالنسبة لخضوعه لأمر الله، يسبح، يصلي، و كذلك يسجد ويركع لله. يسجد ما في سمت، يسجد ليس حركيا، يسبح ليس لفظيا، يصلي ليس حركيا وليس حرك قراءة الفاتحة كما نعلم نحن، لا، اتصال دائم. انت قبل الحركية والموقوتة لابد تكون عندك اوكي اوتوماتيك، اوتوماتيك اللي هي الصلاة الدائمة والذكر الدائم، يعني عدم الغفلة عن الله. أنا لا أقول سبحان الله الحمد لله ولا شيء، أجلس، ناس لاهين أجلس، ناس نتكلم عن مثلا الجوالات، عن العقار، البيوت والبحر، نتكلم، القلب هناك، القلب متصل، تحدث آليا، ما في تصنع، ما في تصنع. أنت كفرت بغير الله، هي حدثت. ما كفرت، تعلم. الصحابة تعلموا، تمرنوا، تمرنوا في دار الأرقام حلقة تعليم. نحن قلنا لكم في الكورس سوي حلقة تعليم 5 دقائق ولو ما في إلا أنت. لا تجبر الناس ولا تسوي في توتر، لماذا ما تحضرون أنتم لا تحبون، لا لا، هذا الشيطان يشحن. لا أنا خلاص أجعل في هذا الوقت، لماذا؟ حتى تدخل الملائكة في البيت. ما قاعد أقوم يذكر الله إلا حفتهم، حفتهم الملائكة، تهرب الشياطين من البيت، ونزلت عليهم السكينة، يخرج القلق للاضطراب، غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة، هذه 3، وذكرهم الله في من عنده، مو بعيد، أقرب لك من حبل الوريد، في الغيب
غيب خلاص، ليس الغيب لأني علشان ما أشوفه بعيني في السماوات السبع هناك فوق، لا، والجنة ما أدري إيش في يعني غيب 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 غير مشاهد، غيب يعني غير مشاهد. لكن إذا معتقد أن الغيب مشاهد لكن ما أستطيع أرى بعيني، إذن هو هناك. أفكار غريبة. الجنة أقرب إلى أحدكم من شراكنا عليه، والنار مثل ذلك. الموت يدخلك، الموت يدخلك في الغيب، ترى الملائكة، ترى كل شيء بالموت. الموت انتقال، بس انتقال من عالم المشاهدات. الاحتضار ما هو؟ انتقال من عالم المشاهدات، خروج إلى عالم الغيبيات. ترى الملائكة، ترى الجنة، ترى النار، ترى منزلتك، ترى عملك، عملك مرئي في الغيب ولكن هو موجود كله في السماء. فالمخلوقات أنت تكون متناغم معها وهي محبة لك، لذلك سخر لكم، يعني هو تحت أمرك إذا كنت تحت أمره. من أنت تحت أمره وتبغى مسخر لك، ما مسخر. سيارة ما مسخر لك، ما تجيك. بيت، زوج، زوجة، ما تجيك. أنت سخر نفسك للواحد الأحد، هم مسخرين لله، لذلك هو سخرهم الله لمن هو مسخر له، لمن وحد العظمة وأخرجها من الأسباب، لا ينسبها للأسباب ولا لغير الله، كبر أو صغر. عندكم ضروري جدا، نواصل بعد الفاصل. ثواني انتهى. فلذلك أحبابنا في الله، الأمر بسيط والأمر عسير. عسير لأنه مجهول، أنت تدخل في المجهول الآن. لماذا لا يعرف فلان المشهور فلان؟ لا شأن لك، ربنا اختارك، اختارك يوريك حاجة كويسة. قفلت الباب على نفسك، بعد الموت تجد. اقتحم كما تقتحم في التجارة، تأخذها من فلان الذي لا يعرف الله ولا الآخرة. أريد التجارة، أريد أي شيء في اليوتيوب الآن موجود، خياطة، تخيط ملابس، يعلموك. هذا ما هو، يلا اقتحم. إذا وجدت الصدق استمر، ما تريد تقتحم حتى ينشرح الصدر، لا بأس. اللهم يا رب إن كان هذا الأمر حق فلا تحرمني منه بسبب أفكاري وبسبب أي شيء في بالي ملت إليه، ولكن الناس تقول وانقبض قلبي. أحيانا انقباض النفس وليس القلب، لا تريد تقول حق، لا يخليك في الباطل. اللهم إن كان حقا فاشرح صدري له، وإن كان باطل فاصرفني عنه واصرفه عني للأبد على طول. من أرحل الله كفى. أيضا لما تروح للطرف آخر أي شيء خليك مع ربك. اللهم يا رب إن كان هذا الإنسان الآن الحق ملتبس على الناس، إن كان هذا على الحق فاشرح صدري، وإلا فاصرف عني. ما أقول أنا فاهم خلاص هذا على حق، يتركك الله، ما سألته. وجدت باطل، ليش يا ربي ما كيف، ليش أنت ما قلت؟ طيب أنا قلت، طيب قلت، قلنا لك خذ هذا، قلت لازم هذا أنت. فالأمر بسيط بسيط، وصل مع الأقرب إليك من حبل الوريد في كل شيء. تعسر عليك، تشوش عليك فكر عن إنسان، واحد يكلمك عن إنسان، قل له لا تقرر. قرر معناته أنت فهمت، تترك الله، لك الاختيار. سألته قال لك خذ، ما سألته أنت فاهم خلاص. الإناء الممتلي كيف يعط فيه؟ أنا فاهم خلاص، فاهم ماني فاهم يعني أنا فرغت. حط هذا الطريق، اختار، تصل بالله في أحلك الظروف، خاصة في أمر الهداية والضلالة والحق والباطل. الآن ملتبس جدا موضوع الدين والإسلام. إيش معنى صلاة؟ غلط إلا من رحم الله. إيش معنى لا إله إلا الله؟ كمان مسها الباطل. لا يبقى من الإسلام، من الإسلام إلا اسمه
صلاة، زكاة، صوم، ذكر، قرآن، سورة البقرة، سورة الإخلاص، اسم. لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه. روح، نور، حي، حكيم، مجيد، يهدي، هذا ما أنت داخل فيه. طيب، ننهي بقراءة الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض، ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض والطير صافات كل قد علم، كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.